اسكو لو فات دو ميكسبوزي للشمس بصوره مطوله معناتها لدرجه حراره مرتفعه تفوق ال 25 درجه، اسكو العاده هذه تحميني من الكوفيد والا لا؟ احنا نقولوا لا بصوره قاطعه. التعرض للشمس دائما مفيد للجسم لانه باش يخلينا نصنع الفيتامين دي، لكن التعرض المفرط أو التعرض إلى درجة حرارة مرتفعة جدا يمكن يسبب ضرر للجلد وضرر لجسم الإنسان، يسبب له حتى اون ديزيدغاتاسيون ايغو، حالة ينشح الإنسان من الماء، ولهذا ماهوش إجراء وقائي ضد الكوفيد.